تنفطر عندهم مزيان، عندهم واحد اتاي وارد واحد اتاي والله العظيم الا تدرس عليه الكاس باش تكمل سميتو. مراكش قالوا سخون، مراكش قالوا سخون، ما في لا بحر لا مون. بسبب شخصية لعبيس، إيكو يواجه موجة من الانتقادات. يواجه الفنان المغربي الكوميدي عبد الرحمن وعبد المعروف بإيكو موجة من الانتقادات اللادعة بسبب شخصيته في السلسلة الكوميدية سربيس لعبيس الذي يعرض على شاشة قناة MBC 5. وانتقدت الساكنة المراكشية بشدة تقمص إيكو لشخصية لعبيس، كونه يسيء للساكنة المراكشية ويقدم صورة نمطية عن أبناء المدينة الحمراء، مشيرين إلى أن عبد الرحمن ليس من الأصول المراكشية ليقوم بتمثيل أبنائها. يذكر أن أعابد سبق أن صرح بأنه أخذ الوقت الكافي لتغيير شكله لكي يصبح مناسبا لشخصية العبيس، بحيث عمل على زيادة الوزن بأكله أكثر من 3 وجبات في أوقات غير منتظمة، بالإضافة لإزالته أسنانه، وحاول طيلة 6 أشهر التركيز على تمثيل الشخصية في أحسن وجه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.